أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت 12 تسعة القمر ما زال موجود في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الطرفة وهي للمضرة والمشاكل أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالسرطان واليوم يعني الأجواء راح تكون عاطفية شوي بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمال إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية في ألبوم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث انه نشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لحساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار وزراعه نبته ماء او شجيره او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبه للزوايا اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاويه راح تكون زاويه تربيع سلبيه بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة وأربعين دقيقة صباحا فهاي بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا طبعا الأوقات كلها بتوقيت غرينتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة أربعة وأربعة 54 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة ثمانية واربع وأربعين دقيقة مساء وهاي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة عشرة واربع وأربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم 13 تسعة رح يكون في تمام الساعة 12 وأربع دقائق بعد الظهر وحتى تمام الساعة 3 و 32 دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعديها القمر للأسد أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 10 و 44 دقيقة مساء بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى 22 9 مزاجها سعيد القمر في السرطان حتى يوم 13 9 مزاجها منتحس بنسبة 35% عطارد في الميزان حتى يوم 27 9 المزاج سعيد ولكن بنسبه متدنيه الزهره في الاسد حتى يوم 2 10 مزاجه منتحس بنسبه 10% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13 11 مزاجه منتحس بنسبه 40% المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 يعني تقريبا نقدر نحكي انه بكره اخر يوم للتراجع هذا مزاجه منتحس بنسبة 10% الزحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 9 مزاجه منتحس بنسبة 12% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج وبميل للنحوسي بنسبة يعني لا تتجاوز العشرة في المية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس بنسبه 10% وصلنا الى التوقعات اليوميه برج الحمل طبعا بما انه القمر موجود في البيت الرابع يعني تربيع معك فمعناته الامور كلها راح تكون تتسلط او الاهتمام الاعلى عندك راح يكون على امور الها علاقه في البيت طبعا لا تنسى انه برضو المريخ موجود عندك وهيك يعني زاويه تربيع راح تكون مع الشمس في مع القمر عفوا فهاي بتدل على انه الفتره هاي راح يكون فيها نوع من انواع الصعوبه والحديه محاولة فرض الرأي أو إصدار الأوامر أو حتى العصبية في بعض الأوقات يعني مزاجك شوي بكون حاد في عندك رغبة بالتحكم أو التملك بالفترة هاي بكون كبير حاول تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا أورانوس حكينا منتحس شوي فعشان هيك هو بيجيب لك فرص مالية بعزز بعض النقاط المالية بيجيب لك بعض الأرباح أو المكاسب ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف فبدك تنتبه لمصاريفك ودفعاتك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا وأنا له بإل... علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني ما راح يكون عندك النشاط الكثير بعضكم ممكن أنه يتحرك بعدة اتجاهات أهم شيء أنك تضبط أعصابك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك ما تتسرع واستعد بشكل جيد وبرضه ممكن اليوم يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار إما سلبي أو إيجابي في منكو أثناء قيادته للسيارة بده ينتبه أثناء حركتكم بدكم تنتبهوا ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أو الاهتمام بهاي المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك بتنهمكو في أمور إلها صلة بالبيت أهم مش أنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل على مسكنكم حاذر التصرف العدائي وما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح لأنه برضو القمر حكينا أنه منتحس اما بالنسبة للبيت الخامس فالزهراء طبعا بأقل حديتها فعشان هيك بتعمل أجواء من العاطفية او التعاطف عندك او ممكن موضوع عاطفي يشدك خلال هذا اليوم او ممكن تتأيج عندك تتهيج العواطف بشكل كبير في منكم رح يفكر بالانطلاق او بحر بمرح او بنزهة او بتغيير جو او بممارسة هواية معينة اهم اشي ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على الاحباء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا الشمس ايجابية بتدعمك يعني ب... ولكن مش بنسبة قوية على امور الها علاقة بالعمل وامور الها علاقة بالصحة، فعشان هيك في منكم رح يكون له اهتمامات اما بملف او بمعاملة او بانجاز بعض الاعمال والبعض الاخر رح يهتم بملفات او مواضيع الها علاقة بالصحة. أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وتدعمك على مستوى بيت الشراكة وتعمل نوع من أنواع التناغم أو الانسجام ما بينكم في منكم رح يفكر في بعض الأشياء الإيجابية لتدعيم العلاقة وخصوصا ما بين الأزواج ولكن زي ما قلنا حاولوا ضبط الأعصاب وما تفتحوا مواضيع تثير المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأمور الأموال المشتركة وهي بتعزز نقاط قوية لها علاقة بالوضع المالي فممكن تحصل على بعض المكاسب أو الطالب بديون لإلك أو مستلزمات ولكن بدك تحضر أنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف لها علاقة إما بالاستشفائية أو إلها علاقة بالبيتية والعائلية فعشان هيك بدك تحذر أي شيء له علاقة بالمعاملات المالية حاول إنك تتعامل معاه بعقلانية بدون اندفاع ولا تهور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى بيت الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو دراسة موضوع أو بحث علمي أو نقاش له علاقة بالسياسة بالدين بالفلسفة أهم إشي ما تتزمت برأيك وما تعند وحاول إنك تدرس الأمور بطريقة عقلانية وحوار بناء يكون ما بينكم اللي عنده امتحان أو مقابلة جامعية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ واللي عنده سفر بده يتفقد كل أوراقه وكل معاملاته أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بنقول لك دير بالك من أشياء لها علاقة بالسمعة فما تحاول انك تشوه سمعتك، ما تجازف، ما تغامر، ما تدخل بأي مغامرة إلها علاقة بتشويه السمعة بالفترة هاي ولا بنقاشات أو خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل. أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فهي ممكن يعني تعمل نوع من أنواع التناغم أو التفاهم، صحيح إنه بتحمل نوع من أنواع الإنزعاج ممكن يكون من أحد الأصدقاء. ولكن اجمالا في نوع من انواع التكاثف او اللم او اجتماع بيجمعك ببعض الاصدقاء ممكن يكون من خلال مناسبه او فرحه او حتى يعني نوع من انواع المجاملات اما بالنسبه لبيتك 12 فطبعا نبتون اللي موجود اللي شوي بيخلي حساسيتك عاليه بيخلي بعض الافكار تتوارد لذهنك اكثر من مره بتخليك منفعل في بعض الاوقات يعني حساسيتك عاليه عواطفك بتغلب خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه من أشخاص ممكن يستغلوك أو أنه ممكن يستدرجوك لمسألة معينة حاول تضبط أعصابك حاول تركز على كلماتك انتبه لغذائك وراحتك انتبه لصحتك ما في داعي أنك تهمل عملك برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا القمر موجود الان ب بثبات كامل في بيتك الثالث ولكن المشكلة انه راح يكون منتحس فعشان هيك بدك تضبط اعصابك اثناء الحوار والنقاش ما تحاول انك تخلي اي حد يستفزك لانه سهل جدا اليوم يتقلب مزاجك ما بين الايجابية والسلبية فحاول قدر الامكان انك تركز بشكل جيد حاول انك تضبط اعصابك وانفعالاتك حاول تستغل الأشياء الإيجابية عشان تكون لصالحك بهدوء أعصاب وكون واضح حتى في كلامك وطرحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تقريبا تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات المالية في منكو ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل بتكثر عليكم المصاريف أو ممكن إنها تظهر مصاريف بشكل مفاجئ وانتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوكوا أو يحاولوا أنهم يعني يحصلوا أموالكم بطريقة غير مشروعة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا يعني اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لاجتياز امتحان أهم شيء أنك تعبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ما بتهدأ اليوم وتيرتك أهم شيء أنك تنتبه أثناء الحركة وانتبه من العصبية هاي أهم نقطة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهرة لها علاقة بالبيت وهاي شوي بتثير بعض المشاكل اللي لها علاقة بالبيت أو النقاشات أو الحوارات فممكن تستاء نقطة معينة أو من موضوع أو يتوجه لك نوع من أنواع العتاب أو الانتقاد في مسألة لها علاقة بالعيلة أو في المنزل حاول برضو أنك تهتم بمسائل المنزل بشكل جيد ممكن أنك يعني زي تصليحات أو ترميمات أو أعمال منزلية ممكن تكون مرهقة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة وبتدعمك بشكل تقريبا نقدر نحكي بالنسبيا جيد على المستوى العاطفي والتقارب من الأحبة أو التواصل معهم أهم شيء بدون انتقادات وبدون نقاشات حادة وبدون محاولة فرض الرأي ممكن يكون لك اليوم تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين او قلق عليهم او تواصل معهم لخدمتهم. اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عطارد اللي ممكن يظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل او يتراكم بعض العمل او تجتهد لانجاز بعض العمل ولكن بشكل مرهق. دير بالك ما ترهق حالك كثير وبرضه بدك تنتبه لبعض التوعكات الصحية أو الآثار الصحية اللي ممكن تشعر فيها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة بنقدر نحكي روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن إجمالا نقدر من ميل الكفة للناحية الإيجابية يعني في نوع من أنواع التعامل الجيد رح يكون ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المصاريف اللي لها علاقة إما في البيت أو لها علاقة بأحد أفراد العائلة أهم شيء زي ما حكينا أنه تضبط ميزانيتك ما في داعي أنك تغامر بمشاريع غير مدروسة أو غير ما يعني غير يعني غير مستشير فيها أهل الاختصاص وبالمقابل بدك تهتم ببعض الامور اللي لها علاقه بالتحصيل المالي ولكن بعقلانيه اكثر بدون اندفاع او تهور وتحاول انك تحذر من بعض الاستغلاليين او النصابين اللي ممكن انه يحاولوا يغرروا فيك اما بالنسبه للبيت التاسع فطبعا الاجواء بتدعمك على مستوى امور لها علاقه بالاتصالات البعيده او التواصل مع اشخاص خارج البلاد ولكن في نفس اللحظة بدك تنتبه إذا كان عندك مقابلة أو امتحان وما تعتمد على الحظوظ يعني بدك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن بعضكم يهتم بمواضيع لها علاقة بالسفر أو لها علاقة بالتنقلات أهم إشي إنكم تضبطوا أعصابكم وتتفقدوا أوراقكم ومقتنياتكم بشكل جيد خوفا من النسيان أو إلغاء موضوع في آخر لحظة اللي عنده قضية قضائية أو عنده أوراق قانونية يهتم فيها بشكل جيد وبدون ما يهمل أي موضوع أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتدعم موضوع السمعة عندك ولكن بالمقابل حاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات حادة ما بينك وبين الزملاء أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك أو حتى أصدقائك فاليوم بتنشط اجتماعيا فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أهم شيء أنه تحاول أنك ما تتحسس من أي موقف بصير حواليك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا اللي هنا بنحكي عن المريخ وبما أنه المريخ في بيت المتاعب فمنقول لك دير بالك من بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يتآمروا عليك أو يحتالوا عليك أو أنهم يستغلوك في بعض النقاط يعني في أشخاص بالخفاء ممكن أنه يحاولوا أنهم يعني يؤذوك حاول أنك تكون حذر انتبه لأعمالك انجزها بالوقت المحدد وبرضه انتبه لصحتك من بعض التقلبات ممكن تحمل يعني نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا القمر صار في البيت الثاني فعشان هيك اليوم التركيز راح يكون على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو تحصيل دعم معين أو مكاسب معينة يعني في اهتمامات راح تنصب على العمل على المكاسب على اهتمامات مالية شوية نفسية أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية ولكن بدك تنتبه من بعض الأمور اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اما بالنسبه للبيت الثاني فاليوم بيحمل لك نوع من انواع الفرص لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هديه اهم شيء انك تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض وممكن تحصل على تسويه اللي انت بتحلم فيها هاي الفتره بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء ولكن اهم شيء انك تبرر عن مواقفك ووضح اي شيء له علاقة بسوء تفاهم حاول انك ما تعصب وما تنفعل اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بساعدك الزهرة على موضوع له علاقة بالتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن بدك تحذر عصبيتك ممكن اليوم تنشط بامور لها علاقة بالدراسة او بامتحان معين اذا ركزت بشكل جيد واستعديت برضو عندك قدرة عالية على التسويق وبرضو على الإقناع يعني أهم شيء أنه تضبط أعصابك ممكن اليوم يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم ممكن تهتموا بمسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو تقارب ما بينك وبين العائلة وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بديكور أو تصليحات أو ترتيبات أو ترميمات أو لقاء عائلي أو موضوع نقاش عائلي معين يكون ملفت للانتباه. أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً يعني بتعمل نوع من أنواع القدرة على التواصل مع الأحبة. ممكن إنك تستغل هواية معينة أو تمارس هواية معينة. عندك طاقة إيجابية عالية وقدرة على الإقناع عالية. أهم شيء إنه زي ما حكينا إنه حوارك مع الأحبة يكون بدون فرض الرأي. يعني ممكن تتقرب من الحبيب أو تخرج بنزهة إنت والحبيب أو تذهب بمشوار لأجل ترفيه عن النفس. أهم إشي زي ما حكينا إنه تخلي تعاملك مع الأحبة وخصوصاً الأبناء أو الوالدين مرن شوي بدون عصبية أو حدية. أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل على مستوى الصحة روتيني يعني بتنجز أعمالك واهتماماتك بالعمل بشكل روتيني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو الراحة أو الغذاء أو تعامل يكون ما بينك وبين زملاء زميل لإلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكة فبتعمل نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وخصوصا ما بين الأزواج طالما أنتم مبتعدين عن النقاشات الحادة والحوارات والعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن يعني نقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي أو الأموال المشتركة مثل تحصيل حقوق لإلك لا أو أمور لها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو دفعات أو التزامات يعني ممكن تهتم فيها أو تطالب في حقوق لإلك لا ولكن منقول اللي عنده أي شيء له علاقة بالالتزامات أو المحاكم أو القضايا المالية يحاول أنه يلتزم فيها ويوفيها بوقتها ما ياجلها وما يهملها وخصوصا القضايا اللي لها علاقه بالنفقه او لها علاقه بالميراث او لها علاقه بحقوق الغير اما بالنسبه للبيت التاسع فهو يعني تقريبا روتيني على مستوى الاتصالات البعيده وتواصل مع اشخاص خارج البلاد او هيئات اجنبيه او حتى التعلم يعني على هاي كلها بتيجي على حسب انت شو وسطك الاجتماعي او شو البيئه اللي انت فيها او شو طبيعه عملك أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ وبرضه إذا كان عندك سفر اليوم يعني حاول أنك تركز بكل أوراقك موعد الطيارة حجوزاتك كلها هاي الأمور تهتم فيها لأنه ممكن يصير فيها بعض الأعطال اللي أنت ممكن تكون مش منتبه لها أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة لكم ديروا بالكو ما تشوهوا سمعتكو ما تدخلوا بأي مجازفة أو مغامرة خلال هذا اليوم حاولوا قدر الإمكان ما تخالفوا القوانين وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمكان العمل أو مع الأشخاص اللي بيعملوا معاه أو إلهم علاقة في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فدير بالك اليوم من بعض الحدية أو تقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الأصدقاء فمنكو نسبة عالية من مواليد برج الجوزاء ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم ما بينه وبين صديق أو معرفة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن يصير في نوع من أنواع الحدية أثناء هذا الاجتماع أو نقاش أو حوار أو تنزعج من تصرف ما أما بالنسبة لبيتك 12 يعني بيت المتاعب ما في أي كواكب فعشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة اهتم بصحتك بشكل جيد حاول تراقب غذائك بشكل جيد ما تندفع ما تتهور ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق اللي له علاقة بالصحة إلك أو لا أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم القمر موجود في البيت الاول عندك بس المشكلة انه هو سلبي في مكانه لأنه رح يشكل زوايا سلبية وبرضه في الدرجة اللي هو موجود فيها شوي بكون ضعيف مش بقوته فبنقدر نقول انه اليوم انتو مشحونون بطاقة وحيوية وعندكو قدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم شيء انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون عصبية ممكن ترتفع المعنويات والاجواء واعده بحسم ايجابي او انطلاقه لعمل او صفقه او صفحه جديده بتحمل هاي الفتره تقدم واخبار جديده وبتعيد النشاط لحياتك اليومي تعتبر هاي الفتره جيده حاول انك تستغلها اما بالنسبه للبيت الثاني فاليوم في منكم رح يهتم ببعض المسائل الماليه فممكن تحصل من مكسب مالي عادة هذا المكسب بيجي اما من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم فحاول ابس انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبه للبيت الثالث فالاجواء جيده وبتدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والمواصلات والامتحانات والتسويق وحتى الحوار عندك سرعه بديهه عاليه جدا وقدره على الاقناع عاليه جدا اهم شيء زي ما حكينا بس ابعد عن العصبية بتلاقي امورك جيدة حاول تبتعد عن فرض الرأي برضو الامور جيدة ممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بدعمك على مستوى البيت وبيعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو إنجاز بعض الأمور البيتية زي بعض الإنجازات أو الأعمال أو الاهتمامات أو تهتم بمسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التواصل مع الأحبة أو الاتصالات العاطفية أو اللقاءات أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتكون مرن يعني في اجواء ايجابيه بتدعمك عاطفيا ممكن تفكر في خروجي، في نز... نزهه في نزوه في رحله مثلا ممارسه هوايه معينه الى اجواء تقريبا ايجابيه ودعمه اما بالنسبه للبيت السادس فانا شايف الاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها روتينيه شيئا ما بتنجز اعمالك واهتماماتك حتى على المستوى الصحي الروتيني ممكن تظهر بعض المسائل اللي تتطلب منك الاهتمام على المستوى الصحي أو مستوى العمل ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا على مستوى الشراكة اليوم في مجال للتحاور أو للنقاش أو للاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق فيك وفي الشريك حاول تهتم فيها بشكل جيد حاول أنه يكون في نوع من أنواع التقارب ما بينكم بوجهات النظر برضو قارب ما بين ممكن مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق أو تهتم بمسألة معينة أهم شيء أنك تبعد عن الحدية أثناء الحوارات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا تهتم في بعض المسائل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم بأمور لها علاقة بقرض، بقسط، ببنك، بضريبة، تأمين، ديون إليك بتحاول تحصلها، ولكن بدك تنتبه من بعض المحتالين اللي ممكن يستغلوك أو أنه ممكن شوي تتعرض لعملية نصب في الفترة هاي فبدك تكون حذر من بعض المحتالين اللي عنده قضية مالية أو أمور إلها علاقة بالمال محاكم بشكل شخصي بعمل اهتم فيها بالكامل بدون تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز نقاط لها علاقة بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع لها علاقة بحوار بنقاش فلسفي ديني سياسي اطلاع على ثقافة معينة على لغة معينة المهم أهم نقطة في هذا الموضوع أنك تضبط الأعصاب وإذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ وانتبهوا أثناء تحركاتكم أو تنقلاتكم من أي شيء مفاجئ أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة وأنا منقول لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بأعمال مشبوهة حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل خوفا من أن المشكلة تصير كبيرة وما تقدر تسيطر عليها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء، فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مفاجئ بينك وبين أحد الأصدقاء أو فعل مفاجئ من أحد الأصدقاء يفاجئك فيه طبعاً يا إيجابي يا سلبي، لكن الأهم إنه أنت تستغل علاقاتك الاجتماعية في هذا اليوم. لتوضي توطيد العلاقة وللتقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن من حذر من بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل ما تخلي أعمالك تتراكم ما تهمل أعمالك برضو في نفس اللحظة اهتم بغذائك بصحتك وخذ قسط كافي من الراحة ممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو تهتم بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض أو عيادة مريض. برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم بكرة إن شاء الله رح ينتقل ويصير عندكم فعشان هيك برضو بدكم تتأقلموا اليوم مع الوضع تحاولوا انه تمشوا الامور بشكل روتيني بدون ما تبادروا باي شيء مهم لانه الفترة هاي شوي حساسة وبرضو فيها بعض الاعطال وبعض الامور اللي بتكون فيها صعوبة او بعض الامور اللي ممكن تكون مش لصالحكم فعشان هيك بدكم تضبطوا اعصابكم قدر الامكان ما ترهقوا حالكم اعملوا الأشياء المهمة فقط لا غير حاولوا أنكم تأخذوا قسط من الراحة الفترة هاي مخيب الآمال لأنه القمر معروف في بيت المتاعب وكل ما كان في بيت المتاعب بتكون هيك الأحداث أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم فممكن تكون على شكل دفعات أو التزامات أو غرامات أو أمور إلها علاقة يعني معلش بدي أحكيها رشاوي بمعنى آخر لا تتخلص من مشكلة معينة فممكن أنه تبادر في بعض الأمور أو بعضكم رح يبادر في هاي الأمور فعشان هيك بدكم تنتبهوا أنه برضو ما تسعوا لمخالفة القوانين لأنه أورانوس في بيت المفاجآت اللي بيحدث مفاجآت بشكل عنيف جداً فممكن تكون الأمور مش لصالحكم أما بالنسبة للبيت الثالث فبدعمكم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن اليوم تجتهدوا في بعض المسائل اللي لها علاقة بالسيارات أو التنقلات أو واسطات معينة أهم شيء ضبط الأعصاب ممكن بعضكم يهتم في مسائل اللي لها علاقة بالدراسة أو بامتحان أو بمقابلة الأهم أنه يدرس ويستعد بشكل جيد ويبتعد عن العصبية والحدية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي بتحمل نوع من انواع المشاكل او القلق لها علاقة بالبيت او العائلة او توتر معين اهم شيء ضبط الاعصاب انت اليوم بحاجة للبيت وبحاجة للجوء للبيت او لاعمال لا منزلية فما في داعي للمشاكل او المشاحنات او الخلافات اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن تهتموا ببعض المسائل العاطفية خلال هذا اليوم ولكن أهم شيء أنه ما تبالغوا بنزواتكم أو بأفكاركم أو بفرض الرأي على الأحبة حاول تكون مرن اعمل نوع من أنواع الحوار ما بينك وبين الأحبة إن كان ما بينك وبين الحبيب ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور هنا يعني إلها علاقة بالعمل فعشان هيك منقولكوا برضو ما ترهقوا حالكم بس انجزوا الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم وبرضو اهتموا بصحتكم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة فبعمل تقارب جيد ما بينكم وبين الشركاء فعشان هيك حاولوا تهتموا بالمسائل بشكل جيد وتخلوا في توافق ما بينكم ممكن تحمل مصالحة أو تقارب وجهات النظر ولكن ابتعدوا عن فرض الرأي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء يعني تقريبا بتحمل بعض الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة وهذا نبتون بغرر فيك فعشان هيك انتبه للامور المالية ما تخوض بنقاشات او حوارات مالية حادة برضه اثناء مطالبتك للاموال حاول انك تكون مرن بدون عصبية في منكو رح يهتم ببعض القضايا اللي الها علاقة بالقضايا المالية زي غرامات او دفعات او أمور إلها علاقة بنفقة مثلا ضريبة تأمين يعني قضايا بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالمريخ هنا بيعزز أمور إلها علاقة بالإتصالات والحوارات والسفريات أو التنقلات أو الإتصالات الكثيفة حاول بس قدر الإمكان إذا كان في مسألة قانونية إنك تهتم فيها بشكل جدي ما تهملها وحاول إنك ما تتعالى عليها يعني تحاول تحلها. ما تحاول تهتم فيها تحاول أنك تكون جاهز قانونيا للمسألة هاي عشان تكون لصالحك ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو النقاشات عند بعضكم حاولوا إذا كان عندكم امتحان أو مناقشة أو مقابلة تستعدوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا رجعنا لبيت السمعة اللي بنقول لك دير بالك من المفاجآت اللي بحدثها أورانوس اللي لها علاقة أساسا مخالفة القوانين أو الأعمال المشبوهة أو التهور حاول ما تجازف بسمعتك مهما كانت الظروف بالفترة هاي لأن الفترة حساسة شوي بتتطلب منك الانتباه بشكل كبير أما بالنسبة لعلاقاتك في عملك فبدون خلافات أو نقاشات حادة ما بينك وبين الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني على أثر يعني كيف تتعامل مع أصدقائك أو معارفك في منكم رح ينشط ببعض اللقاءات الخاصة ما بينه وبين الأصدقاء ولكن أهم شيء تبعدوا عن الحوارات والنقاشات والجدالات وبرضه في نفس اللحظة توطد العلاقات الاجتماعية ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعاً اليوم بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وأخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة بدك تكون حذر ممكن تفشل أعمالك ممكن يعني بعضك يحصد بعض النجاح ويخيب أملك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة فعشان هيك الوضع متقلب بتطلب منك نوع من أنواع الحذر لانه مش مضمون التوقعات بالفتره هاي لمواليد برج الاسد من كثر ما فيها احداث والاحداث فيها نوع من انواع الصعوبه. برج العذراء طبعا بالنسبه للبيت الاول الشمس اليوم تقريبا يعني صارت اكثر مواليد برج العذراء صار في نوع من انواع الطاقه الايجابيه من الشمس موجوده حواليهم صحيح انه النبتون مقابل الشمس تماما يعني بضعف من طاقة الشمس ولكن بضل انه في اشي ايجابي أحسن من الفترات الماضية يعني أحسن من شهر قبل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث يعني الأجواء بلشت بشكل متصاعد تتحسن حاولوا إنكم تستثمروا الوقت حاولوا إنكم تكسبوا تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية وبرضه اليوم بدك تحاول تنجز جميع الأشياء المهمة قبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك للشمس للأسد فعشان هيك ممكن يسبب أشياء سلبية بالفترة القادمة فبدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا عطارد بمنحك طاقة أو بمنحك قدرة عالية جدا على أمور لها علاقة بالتواصل والاتصالات وبرضو الأمور اللي لها علاقة بالأموال فممكن تهتم ببعض المكاسب اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأهم أنه تضبط ميزانيتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا على مستوى التنقلات والاتصالات شوي بدك تكون حذر يعني إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ ممكن تنشط بأكثر من عمل مع بعض خلال هذا اليوم أو إشي ما ترهق حالك انتبه أثناء تحركاتك وأثناء قيادتك للسيارة اليوم برضو بحمل لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اما بالنسبه للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا في نوع من انواع التقلبات فعشان هيك بدك تحذر من اي نقاش او حوار او فرض وجهه النظر او الراي على افراد العائله ممكن تظهر بعض الاعمال او الالتزامات او ممكن كلمه هيك تاثر فيك بشكل سلبي او تثير حفيظتك حاول انك ما تنفعل وما تعصب اما بالنسبه للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء مم يعني ممتزجه بتلاقي إنه عندك عواطف إيجابية عندك رغبة في التواصل مع الأحبة ولكن بالمقابل بتلاقي فيه نوع من أنواع الحدية أو فرض الرأي أو التحكم أو التسلط دير بالك من الإنتقاد وتوجيه الإنتقادات أو الكلام اللاذع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية يعني إهتمامك بالعمل وبالصحة رح يكون روتيني على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن الأهم إنك تراقب أعمالك وتنجزها وما تخليها تتراكم زي ما حكينا بكره القمر راح يكون في بيت متاعبك. أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيعمل نوع من أنواع الإندماج الجيد ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الشريك خلال اليوم. ممكن تحمل مصالحة ممكن نوع من أنواع التراجع عن قرار سابق ممكن الاتفاق على موضوع معين ولكن إن دخلت بحوار حاد اعرف أنه في مشكلة من وراء هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأمور المشتركة هي أكثر شيء راح يكون عليها مشاكل فبدكم تنتبهوا أم لا أموال الغير أو حقوق الغير أو الأمور اللي إلها علاقة بأم يعني بالأموال اللي ما بتعود لك فبدك تنتبه من النفقات بدك تمتهد تنتبه من الميراث تنتبه من الحقوق مطالبات بالديون قضايا مالية كلها هاي بدك تكون حذر فيها وما تدخل بأي مشروع مالي بدون دراسته وتم تمحيص كل شيء دقيق موجود في هاي الأعمال عشان ما يخيب أملك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى البيت التاسع كاتصالات وسفر وتنقلات وحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور علمية أو جامعية أو دراسة يعني الأجواء فيها أشياء من إيجابية ودعم لك ولكن خوفا من مفاجآت إيرانوس حاول أنك أنت تكون مدارس ومستعد ومهيئ لأي مفاجأة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي مخاوف بالعكس الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل تقريبا نقدر نحكي روتيني ولكنها إيجابية ممكن تعزز من علاقاتك ومن معارفك وبرضه في نفس اللحظة بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم تتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين إلك وممكن تحصل على تعييد أو تشارك في ورشة عمل أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا من الزهرة تدعمك لإنجاز بعض الأعمال يعني بتخلي عندك قدره على انجاز اعمالك ولكن حاول انك ما ترهق حالك كثير وما تحاول تنجز اكثر من عمل مع بعض حاول تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك إيه ممكن الفتره هاي برضه تحمل نوع من انواع القلق على احد الاحبه او احد الاقارب برج الميزان طبعا اليوم القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فعشان هيك هو زاوية تربيع معاكم شوي بكون الجو ضاغط بخلي نفسيتكم متقلبة أو نوع من أنواع التوتر أو القلق من مسألة معينة بدكم تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما تحاولوا إنكم تفرضوا وجهة نظركم ولا تنفعلوا ولا تتوتروا حتى لو حد حاول إنه يستفزك حاول إنك تلتزم الهدوء قدر الإمكان. أما بالنسبة للبيت الثاني فالاهتمام بالأمور المالية رح يكون بشكل روتيني في منكم رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأفضل إنكم تحافظوا على دفعاتكم ما في داعي للإسراف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والمواصلات والاهتمام بأجهزة إلكترونية أو بسيارات أو حتى بهواتف أو ممكن حتى بامتحانات ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة أنا بنصح أنه يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بعزز أشياء لها علاقة بالبيت فممكن تتخذوا قرارات لها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بإنجاز بعض الأعمال المنزلية أو العائلية أو الاهتمامات في هاي المسائل اهم شيء انه زي ما حكينا حاول قدر الامكان ما تدخل بخلافات او نقاشات عائليه او تستاء من توجيه بعض الانتقادات او الملاحظات. اما بالنسبه للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نحكي روتينيه خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقه باحد الاحبه او تقارب ما بينك وبين حبيب او حل مساله او خلاف او ممكن نقاش مثلا وفي منكم رح يكون له نوع من انواع التعامل مع احد الابناء او احد الوالدين. اما بالنسبه للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم اهم شيء انك ما ترهق حالك كثير وبرضه في منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحيه له او لاحد الاحبه. أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدكم تحذروا من النقاشات أو الحوارات أو الخلافات ما بينكم وبين الشركاء بالفترة هاي لأنه المريخ زي ما حكينا بيتراجع وهو بيأثر على العشرية الثالثة أكثر شيء فعشان هيك ديروا بالكم من أي نقاش لأنه ممكن يتطور ويصل لخلاف حاد جدا فما في داعي لتكبير الأمور وما في داعي لأنك تأزم الأمور ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتجيب نوع من أنواع المفاجآت على مستوى الالتزامات أو المصاريف أو أموال الغير أو الأموال المشتركة أو أمور لها علاقة بقرض أو دفعات أو تسوية معينة أو حوار مالي يعني بمعنى آخر الأمور والقضايا المالية أو اللي بتتعلق بالنفقة ميراث ديون قروض عقود كلها هاي بدكم تكونوا منتبهين وانتبهوا من بعض المحتالين اللي ممكن يستغلوكوا او يحاولوا انهم ينصبوا عليكم اما بالنسبة للبيت التاسع فعلاقتك مع البيت التاسع روتينية يعني حواراتك اتصالاتك نقاشاتك مع اشخاص خارج البلاد كلها بشكل روتيني حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك ما في داعي للانفعال او الاندفاع او التهور بالفترة هاي لا تجازف بامتحان ولا تجازف بامور لها علاقة بالسفر يعني حتى لو ظهرت مسائل لها علاقة بالسفر حاول انك تكون يعني دارسها بشكل جيد وبرضه مهتم بكل اجراءاتها حتى على مستوى الدراسات الجامعية او الامتحانات او المقابلات حاول تستعد وما ترتجل الامور اما بالنسبة للبيت العاشر فبتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكانه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف معك او ما بيتعاون معك ما تخشى المواجهه او المنافسه شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح وهاي الفتره بتحمل نوع من انواع القلق والتوتر. أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فهي بتدعمك بشكل قوي وتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو تفاهم أو ممكن حل مسألة بطريقة مشتركة أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا الشمس ما زالت موجودة في بيت المتاعب عشان هيك ما زالت الأعطال موجودة خلال الاسبوع هذا ان شاء الله أنه القمر راح ينتقل اي يعني الشمس راح تنتقل يعني يوم اثنين وعشرين الشهر فبتصير الاجواء ايجابيه بشكل متصاعد فكل ما اجى عيد ميلاد واحد فيكم بتصير الفتره افضل واحسن الفتره هاي اهم شيء انكم تنتبهوا لغذائكم راحتكم تنتهبوا لانجاز اعمالكم برضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحتكم او على صحه احد الاحبه برج العقرب طبعا اليوم بيحمل نشاط عالي جدا وبتحسوا اليوم عندكم طاقة عالية جدا ورغبة بالتحرك بأكثر من اتجاه رغبة بالاتصالات أو إجراء نوع من أنواع التواصل مع أشخاص سرعة البديهة عالية وعندكم رغبة لإنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا روتينية على المستوى المالي يعني اهتماماتكم أو إنجازاتكم أو أعمالكم اللي بتتعلق بالوضع المالي تقريبا كلها روتينية يعني على حسب طبيعتكم على حسب عملكم على حسب اهتماماتكم ممكن إنكم تهتموا بهاي المسائل أما بالنسبة للمصاريف فحاول تنتبه بس من التبذير أو صرف الفلوس بدون حساب مثلاً أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمكم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن حاول أنك ما تنفعل ما تعصب ما تنتقد ما توجه اللوم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وحاول في نفس اللحظة إذا كان لك تعامل مع أخ أو جار ما تحتد وفي منك رح يهتم بمواضيع لها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة التليفونات مثلا أو الإلكترونيات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز من أشياء بتقوي من علاقتك بالبيت فممكن يعني تهتم بمسألة عائلية أو بظرف معين أو بأعمال معينة الأهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما يعني ما تخلي أي شيء يستفزك بالفترة هاي إنجز أعمالك وخذ قسط من الراحة وخلي في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نبتون بيعزز بعض النقاط بقوة لك اليوم فبيخلي في تقارب أو تعاطف ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تترافق في مسألة معينة أو ممكن تساعد الحبيب في مسألة معينة برضو منكو رح يهتم ببعض المسائل إلا إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا المريخ بضغط على مستوى العمل على مستوى علاقاتكم مع زملائكم أو المعاونين أو زبائنكم فعشان هيك بدكم تضبطوا أعصابكم قدر الإمكان وتحاولوا تنجزوا أعمالكم بدون انفعال أو عصبية أو حدية حتى لو حد عارضك أو حد انتقدك أو بالنسبة للوضع الصحي بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التقلبات الصحية اللي بتطلب منك برضو اهتمام جيد يعني بدك تهتم في صحتك أي عارض غير طبيعي حاول إنك تستشير طبيبك. أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو بتحمل مفاجآت على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك. فاليوم في نوع من أنواع التقارب أو التآلف أو الاهتمامات اللي راح تكون ما بينكم. في منكم راح يتقارب مع الشريك وفي منكم راح يتصالح مع الشريك إذا كان في خلاف ما بينكم. الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حاول إنك تستغلها على مستوى بيت الشراكة. اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي لها علاقة بالاموال المشتركة ممكن تحلوا بعض المسائل بشكل ايجابي ولكن الاهم انك تحافظ على اموالك من السرقة او الضياع وبرضه من الحذر من بعض المسائل اللي لها علاقة بالامور المالية يعني زي الامور الامور نفقة ضريبة تامين ديون قروض حقوق هاي كلها بتكون تهتموا فيها بس الاهم ما تخلي حد يضحك عليك أو ينصب عليك أو يستغلك ويأخذ فلوسك أما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة ممكن تعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا ممكن تختفي المنافسات والعدوات وتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن اتحرك صحيح انه اليوم ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك او يوترك يعني بس بدك انك تضبط اعصابك وانا بقول اذا كان عندك امتحان او مقابله حاول انك تستعد بشكل جيد. اما بالنسبه للبيت العاشر فالاجواء جيده وبتدعم من سمعتك وعلاقاتك فممكن تعزز علاقه ما بينك وبين زميل او ما بينك وبين رئيسك بالعمل وممكن تعمل تقارب إيجابي ما بينكم وممكن تنجز بعض الأعمال أو تحمل لك هاي الفترة فرصة لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فبتنشط في أمور إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق ما فممكن تهتم مثلا لمشكلة برضو تعرض لها أحد الأصدقاء أو تحاول حلها أو مثلا إنجازها يعني الاجواء بتتطلب نوع من انواع التعاون ما بينك وبين احد الاصدقاء بالفتره هاي. اما بالنسبه لبيتك 12 فطبعا عطارد موجود بيساعدك على انجاز اعمالك وعندك نشاط عالي جدا، اهم شيء انك ما تتسرع في حلها وبرضه في نفس اللحظه بيعزز نقاط الها علاقه بالصحه، فعشان هيك انتبه على التوترات العصبيه والجهاز العصبي وبرضه اللي هي العضلات. الرقبة الأكتاف الظاهر هاي كلها بدك تهتم فيها بشكل جيد برضو بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم القمر موجود يعني تقريبا نقدر نحكي في البيت الثامن لالكم يعني بيعمل نوع من انواع الاهتمام بالاموال او بالنفقات او بالدفعات او بالالتزامات بيخلي اهتمامكم كله على اشياء له علاقه بالشراكه اموال مشتركه يعني الامور الماليه بتلعب دور كبير اما بتبحث عن مساعده او دعم او حلول لبعض الامور الماليه او الالتزامات شوي راح يكون عندك نوع من انواع النشاط في بعض المسائل ولكن تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاهتمامات راح تكون على المستوى المالي زي ما حكينا راح تكون يعني في نوع من أنواع النشاطات على بعض المسائل المالية زي تحصيل بعض المكاسب أو عمل إضافي أو مستردات أو حل مشكلة إلها علاقة بالوضع المالي أهم شيء أنك ما تجازف في أمور أو بمشاريع أو بأي شيء بدون ما تدرسه مضبوط واحذر من النصابين أو المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيساعدك في شيء له علاقة بالحركة والاتصالات والمواصلات ولكن بدك تضبط أعصابك من بعض الانفعالات أو التوترات اللي ممكن تصير بطريقة غير مباشرة يعني بمعنى آخر بلا عصبية اليوم ممكن أنه تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالنقاشات أو الحوارات بدك تعالجها بهدوء اللي عنده امتحان بده يدرس ويستعد وانتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة لا من الأعطال أو من بعض الأخطاء أثناء حركتك برضو بدك تكون حذر من بعض الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا اليوم رح يكون لك اهتمامات على مستوى البيت أو مع العائلة أو تهتم في مسألة عائلية ممكن تصل لحل أو لنقاش أو لحوار في مسألة معينة أهم أنك تضبط أعصابك ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو العائلية أو ممكن تقلق بشأن موضوع عائلي بتعلق في أحد الإخوة أو أحد الجيران أو أحد أفراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المريخ بما انه زي ما حكينا بتراجع في بيت العاطفة مواليد العشرية الثالثة اكثر ناس بدهم ينتبهوا من الحدية والعصبية والقرارات اثناء تعاملهم مع الاحبة لانه شوي الجو حاد فديروا بالكم من الانفعال من العصبية من التوترات بالفترة هاي ومن اي خلاف لانه الفترة هاي العلاقات الضعيفة عندها او عرضة للانفصال القطعي. ما تبالغوا برفاهيتكم او في امور اللي هي احنا بنسميها الملذات او النزوات يعني شوي بدكم تضبطوا اعصابكم حتى اثناء تعاملكم مع ابنائكم او مع والديكم برضو نفس الشيء اما بالنسبه للبيت السادس فالاجواء تقريبا يعني اليوم بتساعدك لانجاز بعض الاعمال الضروريه والمهمه وفي منكم راح يهتم بمسائل لها علاقه بانجاز عمل بيجي بشكل مفاجئ او ملف بشكل مفاجئ بتطلب منه الاهتمام بشكل كبير وفي ناس راح تهتم بامور لها علاقه بالصحه اما بالنسبه للبيت السابع فالاجواء تقريبا روتينيه على مستوى بيت الشراكه يعني تعاملكم ما بينكم بين الازواج روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا خلال الفتره هاي أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف دون تباطؤ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور اللي نصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وما يعني حاول أنك ما تفرض أي أو ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل الها علاقة باوراق او معاملات قانونية اللي عنده امتحان او مقابلة جامعية او دراسة بده يركز بشكل جيد ما في داعي انه يتشتت فكره يعني بده تركيز واللي عنده سفر بده يهتم بكل معاملاته وأوراقه وأغراضه اللي بده ياخذهم معها على السفر وينتبه أثناء قيادته للسيارة على الشوارع المفتوحة. أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الشمس في بيت السمعة وهي بتحطك في فترة إمتحان دير بالك من مخالفة القوانين والمجازفة والأمور الشائكة بالفترة هاي وبرضه في نفس اللحظة ما في داعي للخلافات أو النقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل. الفتره هاي برضو بتحمل بعض الفرص للعمل ما بينك او عمل جديد مثلا او طريقه التعامل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبه لبيتك 11 فاليوم بتنشط بعلاقاتك الاجتماعيه فممكن يتوجه لك دعوه لحضور حفله او مناسبه او لقاء معين وممكن بعض الاصدقاء يبادروا بمساعدتك في مساله معينه اهم شيء انك تشحن حالك بطاقه ايجابيه قدر الامكان وتكسب من معارفك أو من علاقاتك قد ما بتقدر أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء روتينية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أهم شيء أنه الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد المعارف وممكن تنشط ببعض الزيارات الاجتماعية برج الجدي طبعا القمر حكينا من يوم أمس أنه رح يصير مقابلك اليوم هو مقابلك تماما فعشان هيك بتحس أنه مواضيع اللي لها علاقة بالشراكة هي اللي بتهتم فيها بشكل كبير الهوايات يعني برضو فيها نوع من أنواع الاهتمام ولكن أهم إشي تبعدوا عن الخلافات وبرضو ما تضل... تتعبوا حالكم كثير لانه طاقتكم شوي ضعيفه يعني بدكم تراقبوا شؤونكم الصحيه بشكل جيد اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور يعني ممكن تهتموا ببعض المكاسب الماليه اللي عاده تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات ولكن بالمقابل بدكم تديروا بالكم من المصاريف لزياده اما بالنسبه للبيت الثالث فالاجواء جيده وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية ولكن زي ما حكينا ديروا بالكم من بعض التوتر او من عدم التركيز بالفترة هاي اللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وفي نفس اللحظة تنتبهوا اثناء تنقلاتكم بالسيارة. اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالبيت ولكن ممكن تقلق بشأن عائلي أو شأن بتعلق في أحد أفراد العائلة يعني بتطلب منك الاهتمام أو بتطلب منك جهد معين أهم شيء أنك ما تبعد علاقتك عن البيت أو تعاملك مع البيت أو تتقاعص بتعاملاتك أو مسؤولياتك المنزلية ممكن تظهر بعض الأعمال اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام زي ديكور، ترتيب، مشتريات يعني أو أمر عائلي معين أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم تحمل مفاجآت عاطفية أو مفاجأة لهواية معينة أو إنجاز أمور لها علاقة بأحد الأحبة أحد الأبناء أحد الوالدين يعني في نوع من أنواع الفرحة راح تكون بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهي بتعزز من قدرتك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بعمل معين لإنجازه أو إتمامه وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام وعدم التقصير أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة يعني الأزواج هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء أو إبطاء مسار لأمور أو للخطوات أو تغير نمط معين، ما ما في أي مشكلة في هذا الموضوع إذا كان في حلول وأهم شيء إنك لا توجه انتقاد لأي أحد. أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريباً جيدة فممكن تحصل ديون لإلك أو دعم أو حقوق لإلك قديمة مش قادر تحصلها، في منكم رح يهتم ببعض المسائل المالية المشتركة زي أمر له علاقة بمحكمة له علاقه بدين له علاقه بقضيه معينه او تهتم برفع مسائل زي هيك زي قضاء او مطالبه بحقوق لا إلك. ولكن الاهم تنتبه من بعض النصابين او المحتالين اللي ممكن يستغلوك اما بالنسبه للبيت التاسع فهو بيعزز اتصالاتك الخارجيه والتواصل مع اجانب او تعامل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن امر له علاقه بالمراسلات او الاتصالات بيكون كثيف بالفتره هاي أهم شيء إذا كان في عندك أوراق قانونية أو معاملات تهتم فيها وما تهملها إذا عندك امتحان جامعي أو مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد الأجواء حليفة لك داعمة ولكن دراستك لأجل رفع العلامات أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة هاد بيخليك تنشط بأمور إلها علاقة إما بعمل جديد أو تقديم طلبات أو بتعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء إيجابية ودعم لإلك بقوة أهم أنك تستغلها بشكل إيجابي بس أهم ما تدخل بنقاشات أو حوارات أو جدالات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط اجتماعيا في بعض المسائل فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء يعني أهم شيء أنك تستثمر علاقاتك بشكل جيد ممكن تبادر بمساعدة صديق أو صديق يبادر بمساعدتك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو فارغ من أي تأثيرات بيت المتاعب فعشان هيك تقدر عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة ممكن مراجعة الطبيب أدوية نوع من أنواع الاستشفائية نوع من أنواع التركيز على صحة أحد المقربين لإلك لا ممكن الاطمئنان على حاله ممكن زيارة مريض يعني الأجواء إلها علاقة بالوضع الصحي أكثر من أنه إلها علاقة بالوضع العملي بالفترة هاي برج الدلو طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس يعني بيتطلب منكو اهتمام كبير على مستوى العمل على مستوى الصحة أهم إشي إنكو تضبطوا أعصابكو قدر الإمكان أثناء تعاملكو مع زملائكو أو رؤسائكو بالعمل الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الحدية وبرضو نوع من أنواع اللي لازم تهتموا بالوضع الصحي بشكل كبير فيها نوع من أنواع التقلب الأجواء ولكن إجمالا إذا ركزت جيد بشكل جيد راح تهتم فيها وتحصل بعض المكاسب على مستوى العمل وعلى مستوى الصحه اما بالنسبه للبيت الثاني فالاجواء بتعطيك نوع من انواع الاهتمام بالامور الماليه فممكن تحصل بعض المكاسب الماليه اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن بالمقابل بدك تحذر من النفقات او من بعض الاشخاص اللي ممكن يستغلوك او يغرروا فيك يعني يعني يصير في نوع من انواع الخساره الماليه اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا حادة عصبية نوع من انواع المزاجية بدك تنتبه اثناء حواراتك نقاشاتك تنقلاتك اتصالاتك حتى اذا كان عندك امتحان ما تتهور بالاجابة لانه شوي ممكن تسرعك هذا يخليك توقع بالغلط أثناء قيادتك للسيارة وأثناء أعمالك حاول أنك تحذر من بعض الإصابات اليوم راح يكون لك تعامل مباشر ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتحدث بعض المفاجآت إما أعطال منزلية أو اهتمامات مفاجئة عائلية أو أشياء لصالحك يعني ممكن تحل مسألة كانت معقدة إلها في البيت أو إلها في العائلة اليوم تجد حلول لها يعني في تقلبات على المستوى هذا إيجابي أو سلبي على حسب طبيعتك وعلى حسب علاقاتك في أهل العائلة في العائلة أهم شيء أنك ما تتقاعس أو ما تهمل أفراد العائلة من واجباتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا روتينية خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأحبة أو مساعدة حبيب أو التقارب معاه أو الاهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو مساعدتهم في أمر ما. أما بالنسبة للهوايات فحاول إنك ما تبالغ بملذّاتك مارس هواياتك ما في أي مشكلة. أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير من الأولويات إذا دعت الحاجة. أهمش أنك ما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في عملك أو في إنجاز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي بأثناء تعاملك مع الشركاء وممكن اليوم يحمل لك مصالحة أو نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الشريك أو ظهور مسألة بتطلب نوع من أنواع الاهتمام ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن تحل موضوع يعني كان مازم الوضع عندك بالسابق يعني تجد لبعض الحلول او يطمئن بالك من مساله بتتعلق بالزوج او الزوجه. اما بالنسبه للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركه فمنكو رح يحصل بعض المكاسب الماليه اللي بتيجي عادة نوع من أنواع الدعم يا إما شريك جديد يا إما داعم جديد يا إما تحصيل أموال لإلك بتحصلها يا إما بتجد حلول لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الجيد حاول تنتبه من النصابين حاول تنتبه من الناس اللي ممكن يستغلوك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيعزز من اتصالاتك وقدرتك على التحاور ممكن تكثر اليوم عندك الاتصالات مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او مسائل الها علاقة بحل بعض الامور اللي الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات يعني بتطلب منك نوع من انواع الحذر او الحلول الجيدة في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالجامعة بالدراسة بخطة عمل جديدة أهم إشي إنكم تركزوا بشكل جيد عليها وتهتموا فيها بشكل جيد وما تهملوها يعني بدأ دراسة واستعداد ما في داعي للارتجال أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة الأجواء ما في كواكب ما في تأثيرات موجودة لا إيجابية ولا سلبية ولكن الأهم بالفترة هاي بسبب تراجع كثير للكواكب وهن بتشكل مع البيت العاشر إلك بعض الزوايا فعشان هيك بنقول لك لا تجازف، لا تغامر، لا تخالف القوانين، لا تدخل بأعمال مشبوهة، حاول إنك أنت تحافظ على سمعتك قدر الإمكان، تنجز أعمالك بوقتها حتى لو يعني تعبت شوي، ولكن إنجزها وخلي علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل جيدة. أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى الأصدقاء، فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء. ممكن تسعد بلقاء صديق أو يساعدك صديق ما في, إنجاز عمل ما يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام يعني الأجواء فيها إيجابية بتساندك وبتساعدك اجتماعيا ومع علاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الجدي بيت متاعبك فعشان هيك بدك تكون حذر من أمور إلها علاقة بالعمل فممكن يتراكم عندك عمل ما ما تقدر تنجزه بالكامل وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة أو المراجعات الطبية أو بعض الأعطال أو أشخاص بتآمروا عليكم بالخفاء ممكن تكتشفوا شيء يعني كان مفاجأة أو يكون مفاجأة بالنسبة لكم برج الحوت طبعا اليوم يعتبر من الايام المميزة بما انه القمر موجود بالبيت الخامس عندكم صحيح انه هو مش قوي بحضوره يعني منتحس اغلب اليوم ولكن اجمالا وجوده لحاله بعزز نقاط قوة وبيقارب ما بينك او بيعطيك قدرات عالية جدا لانجاز اشياء كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية الحظ بدعمك وحليفك في مسائل كثيرة حاول تستغل هذا النهار لإنجاز كثير من الأشياء المهمة اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بس هي الأمور المالية اللي هي من نعتبرها نوع من أنواع العقبة العقبة ليش؟ لأنه بتجيب لك فلوس ولكن المصاريف أكثر المريخ بيخليك تتهور في مصاريفك ودفعاتك والتزاماتك ونوع من أنواع التبذير وحتى انه ممكن توقع على اوراق بدون ما تنتبه عشان هيك بدك تنتبه وتركز بكل التفاصيل خوفا من خداعك او خوفا من التغرير فيك بالفتره هاي وحاول تتعامل بالامور الماليه بدون عصبيه وبدون اندفاع وبدون تهور اما بالنسبه للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني بتحمل مشوار اضطراري او مفاجئ او رحله او تنقل من مكان لمكان او سفريه أو اتصالات كثيرة بتيجي بشكل مفاجئ يعني حاول تهتم فيها بشكل كامل برضو على مستوى الامتحانات ممكن ان تتعرض لامتحان أو مناقشة أو حوار أو مساءلة بشكل مفاجئ لازم تكون مستعد وجاهز أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعم أمور إلها علاقة في البيت يعني بشكل روتيني بدنا نحكي بدنا شو نقول لا بتدعم إيجابي ولا سلبي إنجاز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات العائلية أو أشياء إلها علاقة بالبيت تصليحات ترتيبات ديكور شغلات إلها علاقة مثلا بوليمة بعزومة بفرحة بمناسبة إلها علاقة بالعيلة لأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي طبعا القمر موجود في البيت الخامس فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة التسوية، وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعه وثقتك بنفسك عاليه وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازه يعني فتره ايجابيه كثير اهم شيء انه تحاول انك ما تحتد وتعصب اذا صار في نقاش ما بينك وبين احد الاحبه اما بالنسبه للبيت السادس فالاجواء جيده بتساعدك على انجاز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا النهار وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحيه او يسمع خبر جيد او تطلع نتيجه جيده لفحص طبي اما بالنسبه للبيت السابع فالاجواء بتعزز امور لها علاقه بالشراكه فممكن تحمل لك مصالحه او تلاقي او تقارب في مساله ما بينك وبين الشركاء ممكن تتراجع عن قرار سابق او يعني العواطف تكون جياشه ما بينك وبين الزوج بس اهم شيء تبعدوا عن الخلافات وتبعدوا عن النقاشات بتكون الامور ممتازه أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتعزز قدرتك على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب خلال الفترة هاي ممكن مطالبة ممكن حقوق لإلك لا ممكن ديون مداينها لأشخاص كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية يعني في نوع من أنواع الدعم ولكن زي ما حكينا دير بالك أنك توقع على أوراق أو معاملات بدون ما تقرأها وتتأكد منها بشكل كامل وانتبه من أي مشروع مالي دون استشارة يعني بدك تستشير أهل الاختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالاتك الخارجية وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد روتيني أهم شيء اللي عنده امتحان جامعي أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أثناء تنقلاتك بالسيارة على الشوارع المفتوحة بدك تنتبه إذا كان عندك سفر برضو نفس الشيء حاول انك تتاكد من حجزك من اوراقك من اغراضك اللي انت بدك تاخذها معك خوفا من النسيان او الالغاء في اخر لحظه اما بالنسبه للبيت العاشر فالاجواء جيده على مستوى بيت السمعه بتعزز من سمعتك وبرضه في نفس اللحظه بتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل الاجواء ايجابيه ودعم لك بقوه وبرضه بتمنحك ثقه عاليه جدا اما بالنسبه لبيتك 11 فاليوم بتنشطوا في مسائل اجتماعيه كلقاءات او توجه لك دعوه لحضور حفله او مناسبه او بصير حدث مفاجئ اليوم يعني ممكن يدخل نوع من انواع السعاده على قلبك او لقاء بعض الاشخاص اللي شوي راح تندمج معاهم اهم شيء ما تخلي حساسيتك تسيطر على الموقف. اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالادوية او مراجعات طبية او تحصيل ادوية لإلك تاخذها بشكل استمراري او بعض الفحوصات الطبية. في منكم رح يهتم بصحة مريض مقرب له اما صحيا زيارته الاهتمام فيه او زيارته في مستشفى او نوع اجتماعي للتواصل والاتصال معه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء